ونقول مساء الفل، ونقول مساء الخير، ونقول السلام عليكم يا طيبين. كلامنا النهارده الحقيقه كلام الحقيقه يعني لا يعبر الا عن شعب التيت. وتسالني ايه حكايه شعب التيت؟ اقول لك الحقيقه ونبدا الكلام من اول الحدوته. زمان زمان قوي واحنا عيال، كان اللي يقول لحد شتيمه بوصف حيوان يبقى ولد او بنت ما تربوش تلفانين. كانت الشتيمه عيب قبل ما تكون حرام. كان المسموح بيه وصف الاشخاص بافعالهم، غتاته، غلاسه، فتان، عنيف، كئيب. دلوقتي بعون الله عدينا كل سقف وكل التوقعات للشتيمه اللي ما بقتش مرتبطه بطبقه او مستوى. بالعكس، الكل بيتنافس في الشتيمه وتكرار الفاظ لا تعبر الا عن الاسفاف وبكافه حروف اللغه العربيه الفصحى وبالفاظ لا يمكن تتخيلها، حتى لما تيجي تحكي عنها ما تقدرش. طبعا بيتقال عليك يا اما ساذج او غلبان او محترم قوي. وبالمناسبه كلمه محترم قوي دي بقت عيب وبقت تمثيل وبقت ما يصحش. وصلنا الحال اننا بنستبدل الشتيمه بكلمه تيت، اللي هي صوت الصفاره اللي بتطلع في التلفزيون او الراديو لما يتقال لفظ خارج. يعني ممكن تسمينا بكل فخر اننا اصبحنا شعب التيت. بقى عندنا تفوق حصري في الاسفاف على كل لون. الغريب بقى انتشار الاسفاف بين الشباب على كل لون برضو. يعني اللي مسميين نفسهم بتوع التيار الاسلامي ومش عارفه يعني ايه، بيشتموا بافظع الشتايم وبيتكلموا باحط الالفاظ، مع ان ده مخالف للدين اللي بيقول كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء، وكلمه خبيثه كشجره خبيثه اكتست من فوق الارض. وبتوع الليبراليه واليساريه وكل الاتجاهات الثوريه وحدث ولا حرج برضو بيشتموا بكل وافظع الشتايم، مع ان ده بيخالف حريه الراي والتعبير والديمقراطيه واحترام الاخر ورايه وكلام فولتير اللي اتعلمناه، اللي كان بيقول لنا قد اختلف مع رايك ولكنني على استعداد للموت في سبيل الدفاع عن حريتك في التعبير عنه. ببساطه تحول الاسفاف لنوع من الارهاب، ويا ريت اللي بيشتمك او بيسف معاك عنده راي وعايز يقنعك بيه. لا، هو مش عاجبه رأيك وخلاص، ومش مهم ليه، ومش مهم يديلك البديل. والرأي بقى شتيمة وغل وقلة أدب تكتم بيه اللي قدامك لو كان متربي، وتفتح باب البزاءة لو هو واحد زيك. وانتشر الإسفاف وتبارى فيه كل طبقات المجتمع على كافة الأصعدة. الإعلام بيشتم، الشارع بيشتم، مواقع التواصل الاجتماعي ما أقولكش وديك شايف، لحد ما انتشرت ثقافة القبح يا سادة واعتدنا عليها وبقى طبيعي ونسينا الجمال وثقافته وملامحه ورقيه وسمحته. ساعات بحس ان الفيسبوك وتويتر اللي مراقبيننا ليل نهار وقاعدين يسجلوا لنا كل نفس وكل كلمة هيقفلوا قريب، مش لاننا الحقيقة تعدينا حد الشتيمة، لانهم مش فاهمين معنى الشتيمة اللي بتتقال من خلال الفيسبوك وتويتر. هيفتكروها كود او رمز او كلام سياسي واحنا مداريين عليه. هو ده سهل تبقى قليل الأدب، سهل جدا تبقى قليل الأدب، لكن صعب قوي تكون مؤدب ومحترم. واللي بيدور على الاحترام لازم يدفع ضريبة علشان ينول الاحترام اللي بيدور عليه. وعشان كده قال نبينا: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. يعني المقاومة يا محترم هي الأساس في إنك تكون إنسان محترم، لأننا ببساطة مش ملايكة، لكن الشاطر دايما اللي بيحاول يرتقي ويثبت نفسه. ودي مش مسؤولية البشر لوحده، لكن دي كمان مسؤولية الدول. إزاي؟ بالقوانين، بالثواب، بالعقاب. بره بيراقبوا البشر ومدى تنفيذهم لقوانين المجتمع واحترامهم ليها وبس، لكن ما بيراقبوش عقول الناس ولا أرواحهم. تخيل بقى إن الأديان السماوية ميزتنا بالميزة دي، إننا نراقب نفسنا ونحاسبها. مش بس كده، ده ربنا خلى النفس اللوامة في درجة أعلى، لأنها طول الوقت بتعاتب صاحبها، بتفتش في اللي عمله وتأنبه: ليه عملت ده وليه ما عملتش ده؟ وده نعمة من ربنا تمنعك من الإسفاف والابتذال، لأنك ببساطة لو عملت حاجة هتلاقي اللي يلسوعك بكلامه من جواك، ضميرك الصاحي ده لو لسه في ضمير، اللي طول الوقت يخليك خجلان من إن ربنا يشوفك بتعمل حاجة مش صح أو تقول لفظ خارج. يعني يخدش الحياء، يخدش الروح. وعشان كده تلاقي إن أساس التربية الصحيحة للأديان اعتمدت على الحياء من ربنا. ما ينفعش تكون متدين وبذيء، ما ينفعش تكون متدين وإنت لسانك طويل، ما ينفعش تكون متدين وبتقضي الفرد بفرده في الجامع وتجري عشان تخطف الركعتين،
وانت الحقيقة لسانك ما بيسلمش منه حد، وقاعد على الفيسبوك أو بتكلم أي حد الحقيقة بلسان بذيء. هو ده الكلام يا سادة، احنا بقينا شعب التيت. دي الخلاصة.